كره السله ناشئين او ناشئات الفتره اللي فاتت شافت طفره كبيره الحقيقه. كان اخرهم واخر الاحداث اللي حصلت فوز 16 سنه ناشئين بقياده الكابتن احمد الجرحي بطوله القاهره اللي اقيمت على ملعب النادي الاهلي في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وطبعا توج بيها للقب ده، تاني لقب يفوز بيه النادي الاهلي بعد دوري المرتبط الحقيقه، وادوا اداء رائع بقياده الكابتن احمد الجرحي. النهارده بيتوجوا ايضا ببطوله القاهره، يمكن بطوله القاهره كمان زي ما قلنا بتبقى بطوله قويه لان بتغيب عنها انديه اسكندريه فقط، بيكون نادي او اتنين، ولكن بتعتبر بطوله قويه بتبقى مضغوطه في ايام قليله. الحقيقه ارحب بضيوف اللي في استوديو طبعا منورين، الكابتن احمد الجرحي المدير الفني طبعا فريق 16 سنه، برحب بيك في الاستوديو يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، اهلا بحضرتك. وبرحب مؤمن طارق احد ابرز اللاعبين في الفريق والحقيقه، واللي فاز كمان بكاس هداف الرمية الثلاثيه وكاس طول. اهلا بيك يا مؤمن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا حضرتك. وبرحب بلاعب الفريق محمد حازم طبعا، من احسن اللاعبين والحقيقه اللي كان مرشح بجداره يكون افضل لاعب البطوله، ولكن الكاس على اخر لحظه تم الغائه عشان يمكن كان النادي الاهلي امتلك كل الكؤوس، فيمكن الكاس ده ما كانش فارق كتير جدا مع النادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك، ومبروك واداء مميز. اهم من الكاس اداء الناس وكلام الناس عنك يا محمد. الحقيقه اروح لكابتن احمد ونتكلم عن طبعا الحدث الجلل النهارده الاهم، وفاه عمر. يعني الحقيقه الواحد بيحزن واكيد الحزن مالي النادي الاهلي طبعا بوفاه عمر. طبعا اسمع تقرير حضرتك كابتن. لا احنا طبعا بنعزي نفسينا في عمر، كل الناس بتشهد له في النادي ان هو اخلاقه عاليه، سباح متميز، يعني ربنا يصبر اهله ويصبرنا كلنا ويصبر النادي كله. ان شاء الله يكون في مكان احسن دلوقتي، تكون دي احسن ايامه، يعني يكون مرتاح ويكون يعني احنا كلنا ما عملش حاجه يعني في حياته خالص. هو طبعا يعني لسه طبعا يعني 19 سنه ولا 18 سنه الحقيقه، يعني لسه سايب مرحله الطفوله من 3 4 سنين بالظبط. دي حاجه بتبقى مؤثره جدا يا كابتن هيثم، ويعني وبتبقى يعني مثال لكل اولادنا، يعني زي حازم ومؤمن، ان الدنيا ما لهاش علاقه بسن موضوع، يعني انت لازم تبقى ترضي نفسك وترضي ربنا الاول في كل اعمالك، في دراستك، في شغلك، في حياتك. صحيح. وربنا يصبر اهله ويصبرنا. المشكله كمان بلغوني ان والدته يعني في حاله صعبه جدا جدا. طبعا يعني طبعا والدته في حاله صعبه يعني، اكيد هو اغلى حاجه عندها في حياتها، ربنا يصبرها. واصعب حاجه في الدنيا لما بتفقد حد من اسرتك بالذات. صحيح، ربنا يرحمه اكيد ان شاء الله يكون في مكان احسن. يعني نطلع من لموضوعنا طبعا، الحدث فوزك ببطوله القاهره يا كابتن احمد، الحقيقه انجاز كبير. كان في مباريات صعبه، لعبنا نادي الجزيره، لعبنا نادي مصر للتامين، مباريات كانت كتير قويه على ملعبنا. بالزبط. يمكن بيبقى صعوبتها كمانها على ملعبك. بالزبط. النادي كله بيتفرج عليك، يمكن ما توفقناش قبل كده في بطوله او اتنين كانت على ملعبنا، فكان في ضغط اكتر ان انت محتاج تكسب البطوله دي. بالزبط. كلمنا عن البطوله، كلمنا عن كام مباراه، كلمنا عن رحله البطوله يا كابتن. والله يا كابتن هيثم البطوله دي كانت صعبه جدا، خصوصا ان احنا الفتره ما بين دوري المرتبط وما بين بطوله القاهره دي فتره امتحانات ومذاكره ودروس. صحيح. والولاد طبعا ضحوا كتير جدا عشان دوري المرتبط. صحيح. فما كنتش قادر اضغط عليهم بالشكل الكبير زي فتره دوري المرتبط، يا دوبك كنا بننسق طبعا، بنتمرن تقريبا كل يوم، بس التركيز برضو يعني في المذاكره واخد جزء كبير من تفكيرهم. صحيح. فطبعا نظمنا اوقات التمرين، اتمرنا كويس. يمكن كان اصعب حاجه بالنسبه لك اول مباراه مع مصر التمرين. بالظبط، لان ما لعبناش ماتشات من دوري المرتبط، الاول ماتش ولا ماتشات وديه، ما قدرناش حتى نعمل ماتشات وديه، ما كانش في فرق راضيه تلعب، فما لعبناش ماتشات وديه. عندهم نفس المشاكل بتاعت الفرقه، امتحانات ودروس برضه. فدخلنا ماتش مصر التمرين، فرقه متميزه جدا بقياده كابتن حامد، عملوا معانا مباراه كبيره. وجهه نظري الشخصيه ان مصر التامين يعني في المباراه دي كانت تعتبر هي الافضل، لكن طبعا بس الخبرات طبعا انت عارف طبعا النادي الاهلي الحمد لله، يعني دي سمه الفرقه كبيره، ان حتى وانت مش في يومك بتعرف ان انت. صحيح. ما بقول لك هي دي الخبرات، خبرات تفوز اللعبة. بالماتش لعبنا بعديها مع مدينه نصر ووادي دجله، الفرقتين يعني ادوا في حدود امكانياتهم، ظروفهم طبعا مش نفس ظروفنا، خاصه ان برضو وادي دجله ضمنا اثنين لعيبه. بالظبط، وادي دجله احنا ضمنا اثنين من وادي دجله، والجزيره افضل لاعب في الجزيره ضموه من وادي دجله، فطبعا وادي دجله يعني وصوله للمرحله دي هو انجاز في حد ذاته. نادي مدينه نصر وصوله للنهائيات على حساب نادي الشمس بالاخص مجتهد، فريق مجتهد، انجاز كبير، فريق مجتهد.
نوصل بعديها لنادي الجيش، فرقه من الفرق الكبيره اللي لعبت ماتشات كتير في دوري مرتبط، خسرت من الجزيره باسكت في اخر ثانيه، لكن الحمد لله دي من الماتشات الكبيره اللي عملناها في البطوله. الاولاد نفذوا التعليمات بنسبه 80-90% ما شاء الله، قدرنا ان احنا نفوز بفرق كبير قوي 30 نقطه. ما كانش متوقع طبعا، ما كانش متوقع خالص، ولا كان كل الناس جايه ان الماتش ده هيخلص في اخر دقيقه مثلا مع صفاره الحكم، بس الحمد لله قدرنا نعمل مباراه كبيره. وصلنا للفاينل مع نادي الجزيره، وهو كان برضو نفسه هو الفاينل مع دوري مرتبط. كابتن اسامه السيد المدير الفني الحقيقه بصراحه عامل معاهم شغل كويس قوي، كابتن اسامه، والولاد بتتطور جدا معاه ومستواهم عالي كمان عن دوري المرتبط. لكن الحمد لله يعني وجودنا في ملعبنا، بالرغم ان فعلا زي ما حضرتك قلت ده انا اول مره يعني كسبت الحمد لله مع النادي بطولات كتير، لكن وجود البطوله داخل النادي ده ضغط كبير جدا طبعا. الواحد ما كانش حاسس بيه الا ساعه الماتش. صحيح، في انا ساعه الماتش حاسس ان يعني كله قاعد بيتفرج عليك وانت مطالب تكسب، فالا قدر الله اي حاجه حصلت الموضوع صعب، وربنا كان مأخر لنا المكسب لاخر دقيقه ونص، والحمد لله يعني ان احنا توجنا بالبطوله، لان الولاد تعبوا جدا. وانا كنت قايل لهم قبل البطوله ان دوري مرتبط ده اتكتب في التاريخ، ماضي. صحيح، خلاص عدى. برافو عليك. النادي الاهلي على طول احنا بنبص للي بعده، يعني خلي بالك ده كان الكلام برده كابتن محمود الخطيب في التكريم قال نفس الكلام، قال لك اي بطوله تخش النادي الاهلي بقى تاريخ خلاص. بالظبط، عشان نبص على اللي جاي. بالظبط، هو انت كلامك بياكد كلام كابتن محمود الخطيب. طبعا بنبص على اللي بعده، لان خلاص يعني تاريخ النادي الاهلي كبير وممكن احنا نزود نقطه فيه، فاحنا على طول عايزين يعني على طول، سواء اعضاء سواء جماهير سواء لعيبه سواء مدربين، هو صحيح. الهدف بتاعنا ان احنا على طول باصين ايه اللي جاي. صحيح يا كابتن، ودي برده حاجه عجباني فيك ان انت دايما عايز بطولات ودايما باصص للاحسن. خلينا نروح لمؤمن ابن الوز عوامه. مؤمن يعني انت طبعا ابن كابتن طارق خيري، زميل الملاعب معايا، وطبعا هو من احد نجوم مصر، وكان مميز بالرميه الثلاثيه برده. يعني انت مش ما بنقولش ابن الوز عوامه لما بنقول احنا عارفين ايه. كلمني عن ادائك في البطوله دي، يمكن أدائك بيعلى، خلينا نقول من المباراة لمباراة، من البطولة لبطولة، كنت شايفك الماتشات دي مركز. كلمني دخلت البطولة دي ازاي، وكان عندك كنت مصدق ان انت ممكن تاخد هداف التلاتة بونت او هداف البطولة ولا لا؟ لا، هو الحمد لله احنا يعني داخلين البطولة كلنا مركزين ان احنا بطولة ملعبنا، ولازم ما نخرجش حاجة بره النادي. يعني لما البطولة جت ملعبنا خلاص مش هتطلع بره النادي، لازم احنا اللي هناخدها. فاللي حصل في ماتش التأمين ان احنا درو جيم، و اللي هو اول ماتش لعبناه، وفاضل 11 ثانية و17 ثانية وبنغلط وفرق بونت، فاديتنا ثقة لما احنا كسبنا، بقينا داخلين الماتشات اللي بعديها. يعني كان الماتش ده كان مهم جدا. كان اهم، كان هي البطولة كلها، كان هي البطولة كلها فعلا. فلما كسبنا الحمد لله خدنا الثقة، فاتفرجنا على الماتشات اللي بعديها. الجيش والجزيرة خلص باسكت للجزيرة في اخر ثانية، فبيبقى في اللي هو الناس كلها جايه تتفرج على اهلي وجيش، هيبقى الماتش ايكوال لحد اخر 30 ثانيه على الاقل، او لحد الصفاره، لان خاصه ان الجيش طلع باسكت مع الجزيره، مع الجزيره والاهلي والجزيره لاعبين نهائي مرتبط، فيبقى الماتش جامد. ما حدش توقع ان الاهلي هيقدر يعني يعمل كده، يعمل اللي هو عمله. انتوا فايقين قوي انتوا في الماتش ده؟ طبعا فايقين، ونفذنا التعليمات بالحرف. ويعني زي ايه التعليمات مثلا كابتن احمد رواه منكم؟ يعني احنا كابتن احمد قبل الماتش قال لنا ركزوا في ماتش النهارده، وادانا تعليمات على حاجات معينه، لعيبه معينه، ما وكلمنا على ماتش الجزيره، قال لنا مالكوش دعوه ماتش الجزيره، الماتش ده هو اللي هيوديكم ماتش الجزيره. فبالتالي الفرقه كلها نازله بنشجع بعض وبنسخن بروح عاليه جدا في ماتش الجيش. لما لقينا ان الجزيره قاعدين بيتفرجوا، قلنا طب خلاص احنا نخدهم، يعني احنا هم طلعوا معاهم باسكت، ندي رساله للفرقه اللي لعبت في الماتش ان احنا مش سهلين، احنا طلعنا من التامين باسكت، بس احنا لا، احنا فرقه، احنا يعتبر اقوى فرقه في مصر. فالحمد لله ربنا يعني اراد ان احنا نعلم المنظر يعني ده، نعلم الفرق برضو ان الاهلي مش سهل. حطيت في الماتش ده كام بونت؟ ما مش فاكر. يعني بس هو كل حاجه بمساعده الفرقه. برافو يعني عليك. صح، لو طبعا مش هتقدر تعمل ده من غير واحده. يعني حازم برضو كان بيديني بعض الكور، فهو ربنا بيساعد برضو. طب وقول لي 3 بونت، يمكن الحلقه برضو ساعدنا، برضو الحلقه حلوه بتاع الصاد مؤمن ولا ايه؟ هو الحلقه حلوه، بس احنا اقل فرقه جايبين 3 بونت في البطوله حقيقي، اقل فرقه. برغم يعني ومع ذلك الحمد لله بطل. هي حلقتنا احنا متعودين عليها، ما احنا اقل فرقه. ضغط العصبي، خد بالك برضو. هو ربنا اراد ان احنا خلاص ما فيش حاجه تطلع بره النادي. يعني طب سيبك بقى، بعيد عن الكواليس بقى والكاميرات، ما حدش سمعنا خالص. بابا بيقول لك حاجه كده، بيجيبك على جنب يقول لك في حاجه دايما، يقول لك خد بالك قبل ماتش اعمل كذا، ولا سايبك كده براحتك؟ احيانا. لا مش دايما. طب ايه اللي بيقول لك احيانا؟
في احيانا في بعض لا الاوقات قول بعض الاوقات يقول لي ما تطلعش الكوره من ايدك يعني بيبقى ساعات عايزنا ان بس انا ما يعني لا هو مش كده هو بيقصده يقول ايه ان انت ممكن تبقى عندك احتمال تباصي الكوره مثلا ايوه بالظبط وممكن يكون شايف ان انت عندك الامكانيه انت تخلص فبيقول لك خلص ليه لان ده مصلحه فريقك خلي بالك في بعض الاوقات بيقول لي كده كابتن طارق خيري وهو لعيب انت طبعا كنت صغير احنا لعبنا معاه احنا اللي نحكي لك كابتن طارق كان يمكن ممكن في الماتش كله يطلع حاطط 4 5 بونت ومخلي فرقته كل واحد جنبه حاطط 20 بونت وفي ماتشات يبقى طالع هو حاطط 30 بونت فهو كان عنده من الكياسه حتى في المنتخب كان عنده كياسه وهو الدور اللي قام بيه كده كان محمد حازم هو هو اللي كان طالع كده اغلب الماتشات ما جابش السكور اللي بيجيبه في المرتبط بس هو اللي بيدينا اسيست هو اللي بيدينا الفرصه صحيح. ان احنا نلعب على الباسكت طالما مش ماشيه معاه برافو عليك انا اطلع من كلامك لمحمد يعني حتى مؤمن بي يعني كل كلامه زمايلي كل كلامه لا محمد الروح دي حلوه يا محمد وحتى انت صانع الالعاب في الفرقه لو ما شغلش فرقته يزعل طبعا هو صانع الالعاب هو اللي بيصنع الكور يعني ما ينفعش انا اقعد ان ينفعش صحيح طب قول لي بقى انت لما الناس بتقول لك انت حق ربنا تاخد افضل لاعب يعني احنا تابعنا المباريات وشفنا واحنا بنقول بمنتهى الحياديه والله يعني اكيد كنت منتظر تاخد كاس اكيد كل واحد بيبقى يعني فرق معاك الموضوع ده ولا انت المهم عندك اللي احنا كسبنا حتى كابتن احمد علي كان جالي ساعتها وقال لي تاخد جايزه احسن لاعب ومش عارف ايه بعد كده قال لي بعديها بدقيقه او دقيقتين قال لي مش هتنفع مش عارف عشان الجزيره اعترض الكابتن احمد علي كابتن احمد علي المذيع احمد علي المباريات احمد مناع احمد مناع اللي بيذيع المباريات جه قال لي كان بالظبط انا قلت له خلاص مشكله ما كنتش عادي يعني بس خلص عادي بس انت يعني معلش في اول بطوله يمكن انت محمد مستواك برده زي مؤمن بامانه انا بتكلم ان انت مستواك من مباراه لمباراه بيعلى الحقيقه وشفنا على ماتشات المرتبط ده كابتن حسن طبعا الاعداد البدني والاعداد معاك في الفرقه مش كده بالظبط والعلاج وما وشكل مورينيو والعلاج الطبيعي مورينيو احنا مسمينه مورينيو لا بجد يعني يا جماعه لو تجيبوا لنا صوره كابتن حسن تاني شكل بس على فكره صراحه كابتن حسن بيقوم معانا مجهود يعني بعيدا عن الاعداد البدني مورينيو بص حتى نفس يعني لو والله لو لبس زي مورينيو كده ممكن نقول ده واقف في كابتن حسن بتلاقيه في اي حاجه في الاعداد البدني في الاداريات في بصراحه يعني اي مكان محتاج اي دعم هتلاقي كابتن حسن موجود في المدرجات كان هيتجنن كابتن حسن زي كان يعني كانه زي ما يكون هو كابتن احمد بيخاف علينا جدا لا انا عارف كابتن حسن انا بشوفه في الماتشات وبشوف كل حته ربنا يكرمه وليه دور كبير طب خليني اقول يا محمد انت يمكن مع النادي الاهلي حاسس بفرق في اللعب مع النادي الاهلي حاسس قول لي يعني كلمني طبعا النادي الاهلي احنا متعودين قبل اي ماتش قبل حاجه روح واحده يعني لعب كبار النادي كان جوه النادي حتى مثلا الاثنين اللي قلنا يحيى وكريم بيقول لنا احنا انتوا في نعمه انتوا عايزين في نعمه يحيى وكريم اللي جم من نادي وادي دجله وكانوا ضيوفنا هنا في ملوك الصالون هم اول ما دخلوا النادي بقوا خايفين على اي ماتش خايفين على اي مش عايزين يضيعوا فرصه يعني بقوا يعيطوا بعد الماتشات ده كانش يحصل في دجله طبعا لانهم ما كانوش متعودين فالنادي الاهلي اللي بيجي النادي الاهلي بيغيروا في اي حاجه طبعا فانيلا بتغير طب قول لي انت يعني مستواك اللي ظهرت بيه كويس ده اكيد ان شاء الله المنتخب يعني اكيد هتبقى ليك مكان فيه اكيد ان شاء الله بالمستوى ده طموحاتك ايه مع المنتخب حابب تخش افريقيا وكاس عالم يعني طبعا ان شاء الله اللعيب المهاري ده على فكره عمله نادره خلي بالك مؤمن كان بيلعب بوينج جارد قبل انت ما تلعب او بيلعب صانع العاب وما شاء الله مؤمن طول فبقى بيلعب اكتر في المركز بدات انت تقوم بالمهمه دي فانت اكيد عايز تحجز مكانك في المنتخب اكيد طبعا ان شاء الله بس كل حاجه بايد ربنا يعني اجتهد واشد حيل الفتره الجايه وان شاء الله ربنا يوفقني يعني. طيب خليني اقول لك مين ماسك الاعلى انت اكيد بتشوف ناس في المركز ده خلينا نقول جوه مصر الاول وبره مصر حد انت بتشوفه بتتعلم منه مين جوه مصر؟ جوه مصر كابتن مودي الجرحي كابتن مودي الجرحي على فكره هو شكلك برضه نفس الشكل هو دايما بيقعد يكلمني ماتشات زي ما في الماتشات المرتبط هم بيبقوا قبلنا واحنا بعدين بالظبط فهو دايما بيجي لي قبل الماتش يقعد يكلمني يقول لك ايه طيب قول لي مودي الجرحي لا لازم تعمل كده بس كمان يروح ضاربني بعد ماتش بيهزر معاك طيب وبالنسبه لبره مصر مين؟ كيري بس كيري ده بول كنترول رهيب محمد لازم تشد حيلك طب قول لي انت يعني صانع الالعاب محتاج مهاره عاليه جدا محتاج تحكم في الكوره عاليه جدا بتعمل تدريبات لوحدك على نفسي بقى بالظبط انا عايز اسمع ده منك شغال على نفسك ازاي هو اروح النادي الصبح اشوط اتمرن لوحدي غير تمرين الفرقه طبعا مش لازم اتمرن مع الفرقه بالظبط يعني هو كابتن احمد احنا بنتمرن كتير واتمرن كل حاجه انما لازم اشتغل زياده عن الفرقه صحيح ده اي لعيب عايز يتميز في حاجه او يزيد في نفسه في حاجه لازم يشتغل لوحده صحيح طب كلمنا عن البول كنترول او اللي هم الدريلات اللي انت بتعملها عشان تحكم في الكوره في طبعا دريلات معينه اهو بتعملها لوحدك ولا ممكن تعملها بإماع ولا بيبقى معاك لعيبه ثانيه تشاركك في التمرين بتعملها ازاي؟ هو احسن طبعا يبقى معايا حد يساعدني او حد يحفزني التمرين لوحدي ما بتبقاش حلو بس هي دريلات معينه يعني واتفرج على النت وكده واتعلم منها واقعد احاول اقلدها يعني طب قول لي يا محمد زمايلك اللي معاك في الفرقه نفس المركز بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ لا طبعا كاصحاب وكده انا معايا يوسف الصواف
صاحبي وكل حاجه ومفيش اي حاجه، مش اي مشكله، ده يلعب هو يلعب انت تلعب ودوده، مش اي مشكله ودوده ودوده احمد محمد، ما عندكوش اي مشكله، لا خالص اصحاب جدا، ده يشيل ده يلعب مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه خالص، برافو عليك والله العظيم. يعني مؤمن، انا عاجبني يعني مؤمن قال حاجه في الاول، قال انا مش هعمل كده من غير زمايلي، او قبل ما اقول له مبروك قال لي، وانت نفسك بتقول انا معايا، انا بسال الحتت دي ليه بس؟ عشان الناس تبقى شايفه الناشئ ده، دول 15 سنه اللاعبين النجوم دي 15 سنه، يعني كمان 3 4 سنين هنشوفهم في الدرجه الاولى ان شاء الله بيكسروا الدنيا، هم وزمايلهم، ما بتكلمش على مؤمن ومحمد، لا بتكلم على الكل. شوفوا النادي الاهلي اهو بيعلم الناس انكار الذات من اول يوم، يعني كابتن احمد اهو معانا مدير فني، كل بيتكلم لغه واحده، مفيش حد بيتكلم غير لغه واحده، انكار الذات، والمهم النادي الاهلي هو اللي يكسب وزمايلي هي اللي بتساعدني. الفلسفه دي او الفكر ده الحقيقه مش هتلاقيه في اي حته، بس خد بالك يا مؤمن برضه في حته مهمه، الناس دايما عايزه الباسكت احسن. يمكن الباسكت قعد فتره بعيد، الفتره اللي فاتت قربنا وخدنا بطولات بعيد عنا، انت هيجي عليكم وقت كمان 3 4 سنين تبقوا في الدرجه الاولى، الناس هتركز معاكم جامد. جاهزين لده ولا لا؟ احنا جاهزين كلنا، احنا مستنيين الفرصه دي اساسا. يعني مفيش حد في النادي الاهلي مش مستني الفرصه دي. كله بيبقى عايز، يعني حلمه اساسا ان هو اول سنه 18 بيبقى تصعد فيرست تيم، يقول لك انا لعبت مش عارف مع كابتن محمد ابو النصر، لعبت مع مودي الجرحي، كنت ماسك مين، هو بياخد يعني بياخد فرصه فبيفرح، فبيدي نفسه ثقه، فبيبقى طول ما اول ما يطلع درجه اولى بيبقى اللي هو عايز يثبت نفسه، بيلعب اجريسيف قوي. خد بالك اول سنه 18 دي هتحطك في منتخب مصر الكبير بالظبط، يا تتاخر شويه، يعني اول سنه 18 اللي هي السنه الجايه بتاعتكم دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا. انت محمد انت لسه لك سنه في 16 صح؟ لا انا كده تاني سنه 16، تاني سنه 16. السنه الجايه 18. محمد كان معايا السنه فاتت، ما انا محمد كان بيلعب هو وبودي، طبعا انا على طول اقول له بودي بودي جامد عليك. بودي بس بودي طلع 18، بودي وعمر طارق. بس فعلا كان هيثم من السؤال اللي سالته له، من اللعيبه اللي معاك في مركزك يمكن السنه اللي فاتت كانت تبان اكتر، ان كان بودي وعمر طارق محمد حازم التلاتة في مركز واحد، التلاتة والتلاتة جامدين قوي ما شاء الله. التلاتة بينهم وبين بعض يعني حب كبير جدا، يعني بصراحة يعني اللي في الملعب الاثنين التانيين مفيش مشكلة، وأنا في أوقات كتير كنت بضطر إن أنا ألعب باتنين منهم عشان أستفاد منهم، هما بأكتر كم منهم في جوه الملعب، والتلاتة هايلين. أنت زرعت فيهم حتة كويسة، يعني أنا كنت متعمد أسمعها منهم، لان خلي بالك دي هتكمل معاك حتى في المنتخبات، هتكمل معاك في الانديه، هتكمل معاك في كل مكان، يعني جوه سواء كملت في الاهلي او ما كملت بره الاهلي، الحته دي تفرق بينك وبين اي لعيب تاني. وخلينا اقولها محمد، يعني يمكن برضو انا عايزك تتكلم عن حته المذاكره والامتحانات وازاي بتقدر توفق الموضوع ده، لان الناس شايفه ان ده صعب ان الواحد يبقى متفوق في دراسته ولعبته، كلمني عن الموضوع ده محمد. هو طبعا الدراسه، ما الناس تشوف ان انت عايز تتفوق، تتفوق في حاجه واحده بس، ما ينفعش اتنين مع بعض. انما انت لازم توفق بين الاثنين، يعني انا اظبط وقت الدراسه، اروح التمرين، اذاكر شويه، انام بدري كده، هي سهله مش صعبه، بس محتاجه بس ترتيب. ترتيب الوقت ترتيب مهم جدا، والحفاظ على التمرين، مواعيد التمرين، يمكن انت بيبقى بس فتره الامتحانات ما خلاص هتعمل ايه، بس غير الامتحانات لا لازم تشتغل، لازم تتمرن، وكلنا كنا كده. هو يعني لو حد عايز بس هيقدر يوصل، انما في ناس بتكسل، في ناس تشوف ان تكتب في حاجه واحده بس، اللي عايز هيعمل، انما ممكن واحد يكسل، يعني ممكن واحد يقول لك لا انا عايز باسكت بس. وخلي بالك يا مؤمن كل اللعيبه حتى لعيبه الام بي اي خريجين جامعات وجامعات كبيره، يعني مش هو مش هو بيحب الحاجه اللي هو بيعملها. صحيح، يعني مش عشان بلعب باسكت فانا اكره التعليم، لا، هو لو حبيت التعليم هتلاقيه سهل. صحيح، يعني هتلاقي الرياضه اصعب كمان. صحيح، لان التعليم بيبقى معتمد على كتاب وكراسه وقلم ومسطره، انت في الباسكت بتعلم كل حاجه كده من غير كتاب، في شخص معين بيعلمك. صحيح، الرياضة أصعب بكتير، بس أنت المهم تحب الاثنين، هتلاقي نفسك الاثنين كويس. خلي بالك الأطفال الصغيرين والناشئين الصغيرين في المدارس بيتفرجوا عليكم، أنتوا دلوقتي أصبحتوا قدوة لغيركم، زي ما في غيركم برضو أكبر منكم قدوة ليكم. المهم هو الوقت مرة طبعا سريع، يعني إحنا لازم هنستقبل بقية نجومنا. بشكر مؤمن طارق، شكرا جزيلا نورتني، ومزيد من البطولات ومزيد من الكؤوس الشخصية كمان ليك يا مؤمن. أحمد عازم بشكرك شكرا جزيلا نورتني، زمايلك انضمونا، وفي آخر الحلقة إن شاء الله هناخد صورة جماعية. كابتن أحمد حضرتك مكمل معايا طبعا الفقرات مع اللاعبين. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل عشان نستقبل بقية نجومنا، طبعا نجومنا الصغيرين اللي على قدهم، بس في إن شاء الله في المستقبل هيبقوا نجوم كبار جدا جدا. نطلع فاصل وأرجع لحضراتكم تاني.
حضراتكم من جديد ولسه مستمرين في لقاءاتنا مع فريق 16 سنه الناشئين في النادي الاهلي اللي فاز ببطوله القاهره منذ ايام قليله، وبرحب بنجومنا اللي نورونا في الاستوديو، برحب بزين طارق، اهلا بيك يا زين منورنا. الحمد لله تمام. وبرحب بادهم عمرو، اهلا بيك ادهم منورنا. واكيد كابتن احمد الجارح مستمر معانا من الفقره الاولى، المدير الفني. الحقيقه كابتن احمد احنا كان المفروض يكون معانا كابتن طاهر رجب رئيس قطاع الناشئين، ولكن طبعا حضوره مباراه مهمه 14 سنه ناشئين وتاجيلها ساعتين هو ده اللي اخره وما قدرش يجي، التزامه بعمله والتزامه بمتابعته لفرقته. بالظبط. يعني الحقيقه كابتن طاهر كل الناس بتشهد له بالخلق قبل الكفاءه. بصراحه كابتن هيثم يعني في كلمتين كابتن طاهر بيشيل اي معوقات قدامنا عشان نشتغل، اي مشكله بتقابل الفرقه، اي احتياج للفرقه كابتن طاهر موفره لنا من خلال النشاط الرياضي. فبصراحه كابتن طاهر ليه جزء كبير جدا من كل الانجازات بتحصل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. والحقيقه دايما حتى في الصور واحنا بنتفرج موجود مع كل الفرق. طبعا انت بتلعب بفريق 14 بموجود، حتى فرق البنات هو الاسبوعين دول عنده 6 فرق بيلعبوا النهائيات، وهو من الملعب ده بيروح على الملعب ده، بيلف على الملعب ده، فبيتعب معانا جدا 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 مع الفرق كلها. بس الحمد لله لما بيحس ان احنا كسبنا او الانجاز بيحصل التعب كله بيروح. صحيح. واحنا طبعا بنوجه له كل التحيه، كنا نتمنى يكون معانا طبعا، ولكن النادي الاهلي اهم، المباريات اهم، الناشئين اهم. خلينا اتنقل معاك يا كابتن احمد لمنتخب مصر. طالما نادينا احنا كملوك الصلاه السنين انه مدربين الاعمار السنيه هم اولى بالمنتخبات الاعمار السنيه، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا راجل، انت طبعا مدرب عام فريق 18 سنه واللي بيلعبوا 18 سنه دلوقتي هم اولادك 16 سنه السنه اللي فاتت. طيب. فانت الحقيقه يمكن اكتر مدرب في السن ده حققت انجازات، مش انا احنا بنقولها، اللي بيقولها نتائجك وتاريخك. وجودك مع المنتخب، سنك اللي انت لعبته، بيتهيألي ده يعني زي ما بيقولوا ايه، مكة أو يعني أهلا بأهلها زي ما بيقولوا، أنت أضرب اللعيبة وعارف الاختيارات وأكيد هتساعد طبعا كابتن مرعي اسم كبير في وجوده في فريق 18 سنة. طبعا. أكيد وجودك معاه هيفرق معاه، كلمني عن التجربة لأن التجربة دي نادرة ما حصلتش قبل كده. ومعانا في الجهاز دلوقتي كابتن أحمد عبد الوهاب بيبو. طبعا بيبو طبعا عشرة عمر. طبعا. عشرة عمر اللي راجع من قطر وكان هو الحقيقة من أحسن اللاعبين في الاتحاد الإسكندري. طبعا. وشخصية محترمة جدا ومدرب جيد. بيبو من تاريخ الاتحاد الإسكندري اللي شال وكؤوس. كل التحية طبعا لكابتن بيبو، انا اول مره اعرف المعلومه دي معاك. انضم معانا في الجهاز. وربنا يوفقه اكيد اضافه طبعا ان شاء الله. كلمني بس عن الحته دي ليه، لان اكيد انت مع كابتن مرعي تقول له لا خد بالك ده عنده ميزه، لا ده اتفرج عليه، كلمني عنه. بصراحه كابتن مرعي مدينا دور كبير قوي في المنتخب، تقريبا الاختيارات في الاول كلها كانت تحت ايدينا، هو نفسه بيقول يا جماعه انا ما شفتش الولاد دي في ماتشات، انا هقيمهم من غير تمارين، انتوا شفتوهم في الماتشات اختاروا وهنتفرج وهنلعب ماتشات وديه، فمدينا مساحه كبيره جدا جوه التمرين وكل واحد يعني بيشوف شغله من خلال كابتن مرعي، بس من خلال الراجل حاطط لنا كل واحد مساحه نشتغل فيها. خلي بالك كابتن احمد مرعي مدير فني منتخب مصر السابق ولعب معاه بطوله افريقيا. بالزبط. وراجل كفاءه ومع سبورتنج سنين طويله طبعا، ومرن فرق عريقه كتير طبعا جدا. احنا بنحاول نستفاد منه على قد ما نقدر في الفتره دي، لان بس عاجبني ان هو يعني ايه مديكوا المساحه دي. ودي مطلوبه سواء ليك او لبيبو، مطلوبه طبعا. احنا كمان محتاجين نستفاد منه طبعا من خبراته اللي هو فاز بيها بكل البطولات خلال اخر 8 سنين 10 سنين مع الجزيره مع سبورتنج. الراجل عمل انجازات كبيره. ان شاء الله احنا هنروح الشهر الجاي عندنا بطوله في المانيا. توفيق ان شاء الله. ان شاء الله. بس طبعا مجموعتنا صعبه جدا، هيكون معانا في المجموعه الصين وفرنسا وايطاليا وروسيا وامريكا، فمجموعه مجموعه قويه. بس يا كابتن خليني اسالك سؤال، اللي نلعب مع فرق قويه زي دي، خلينا نتكلم بامانه بقى، نتكلم وان سايد جيم دي فيها استفاده؟ والله يعني بص حضرتك احنا يعني البطوله دي جات لنا ليها دعوه، فصعب قوي ان هي تبقى كدعوه ان هي تترفض، لان هي احتكاك. احنا بنشوف احنا فين يعني، احنا هنروح نشوف احنا يعني واصلين لفين. الصين انت بتتكلم فرق بتنافس على كاس العالم في اعمارهم طبعا. طبعا الموضوع هيبقى قاسي يعني، الفكره كلها انه قصدي اقول لما العب حد قريب من مستواي اقدر اشوف مستواي، انما لما تلاقي الوان سايد جيم بتبقى الموضوع صعب. هي دعوه هنشارك خلاص بالظبط، انما لازم تلعبوها باستراتيجيه ثانيه خالص. احنا الفتره اللي جايه دي هيبقى في معسكر مغلق، احنا عملنا كذا معسكر الفتره اللي فاتت دي، الفتره الجايه هيبقى في معسكر طويل شويه هنلعب من خلاله ماتشات وديه، هنستقر على ال 12 لعيب ان شاء الله.
هنروح نلعب احنا عايزين نستفاد اول حاجه يعني نلعبها بهدف ان احنا نستفاد بهدف ان احنا نشوف احنا فين عشان احنا عندنا لسه بطولة افريقيا ان شاء الله امتى في شهر كام في شهر 7 باذن الله ربنا يكرمنا دي مؤهله كاس عالم فكويس قوي ان انت تشوف في الفتره قبل ما ان شاء الله تروح كاس العالم بسنتين تشوف فين عشان في السنتين دول تقدر تشتغل على نفسك تحاول تقرب من المستوى ده برافو عليك فكر كويس وفكر جديد ولازم تطبقه اروح يعني لزين زين قول لي يعني انت بتلعب اربعه صح؟ شفت انا عرفت ازاي من دخلتك من مشيتك على طول بتلعب اربعه زين قول لي البطوله القاهره بتلعبت بفكر مختلف خالص عن الدوري المرتبط، الدوري المرتبط بيلعب ماتش ونريح وماتش ونريح. بطولة القاهرة لا ماتشات ورا بعض. ففي لعيب طالع ولعيب نازل. استعديت البطولة دي ازاي؟ يعني لعبتها ازاي؟ كان قبل الفترة بتاعت البطولة كان كابتن أحمد طبعًا خلانا نتمرن كتير بطريقة كويسة، خلانا اللي إحنا ما نقعدش نريح، خلى عندنا فتنس عالي اللي إحنا نقدر نلعب خمس ماتشات ورا بعض. وكمان كان بيوزع الحمل على كل الفريق كان كل واحد بيلعب بكل طاقته لغايه اما كان يتعب يقول لكابتن احمد كابتن احمد طلعه ينزل حد تاني وفي الماتشات الكبيره برضك كان بيبان ما بيننا وما بين الفرق التانيه اللي فيه فرق ما بين الفتنس بتاعنا والفتنس بتاعهم وده اللي قلنا كابتن حسن عمله معاكم الحقيقه طبعا وكابتن احمد وكابتن جاد وطبعا بنشكرهم كلهم احنا برضه محتاجين نشكر كابتن محمد جاد طبعاً بصراحه ده انه ده اللي هو مدرب عام فريق الانسات بالظبط وهو بيشتغل يعني بصفه وديه مش بصفه رسميه الراجل برضه في حته البدني الراجل كان برضه بشكل غير طبيعي ودي بان لحضرتك قد ايه يعني ان النادي الاهلي كله هو شغال مع الفريق الاول بالظبط بالظبط انت فريق 16 سنه محتاج له الراجل ما اتاخرش وتواجد معاك خالص خالص لا محمد جد ولعب معانا وانا يعني محمد جد من الشخصيات اللي بتتطوع بالعمل في اي مكان ما عندوش مشكله خالص لا بنقدم له التحيه طبعا بس يعني قصدي اقول لك يا زين ان انت انتوا خدتوا السنه دي ك 16 سنه جرعه بصراحه يعني يعني جرعه جامده مرتبط في بطوله القاهره لسه عندنا بطوله الجمهوريه يعني تطلعوا من المفرمه دي اكيد بشكل تاني خالص طبعا كل ما بنلعب ماتشات كتير كل ما بنستفاد وكل ما بيبقى كل لاعب عنده خبرات كتير وبيستفاد من كل ماتش بيستفاد منه حاجه جديده طبعا بيستفاد من اللي بيشوفه قدامه من المواقف اللي بتحط فيها برافو عليك من حاجات كتير جدا يعني المواقف اللي هي بتبقى اخر ثواني بتبقى انت درو جيم او بونت ليك او بونت ليهم يعني ده طبعا الفريق اللي هو مصر التامين خلص في الاخر يا كابتن ماتش الجزيره خلص في الاخر ماتش مين تاني ماتشات بس بيتهيألي الماتشين دول كانوا شادين انتوا قدرتوا دول كانوا خبرات يعني انت عندك خبرات قبل كده اللي انت لعبت كذا نهائي قبل كده فعندك خبره غير الفرق دي ما وصلتش النهائي قبل كده او ما لعبتش نهائي وكمان ماتش في ملعبك فده ضغط عليهم وبرضك ضغط عليك اللي انت ما ينفعش طبعا تخسر قدام طبعا يعني كان الناس دي كلها كانت جايه المدرجات كانت مليانه على الاخر فيعني ما ينفعش ان انت تخسر قدامهم صحيح طب زين قول لي انت يعني ما شاء الله يعني متحدث ويعني كمان يعني وشك فيه سماحه حلوه جدا يعني كلمني عن الروح اللي بينكم لان عاجبني كلامك عن زمايلك والفرقه كلمني عن الروح بتشجعوا بعض ازاي بتقول لبعض ايه في الاوضه وانتوا جايين المعسكر بتجمعوا ازاي كلمني عن الروح دي اكتر طبعا لازم كلنا نتكلم ولازم كلنا نجتمع قبل اي ماتش مهم او اي ماتش عادي لازم نتكلم لازم ان احنا ما ينفعش ان احنا نخسر لان طبعا اسم النادي الاهلي كبير ما ينفعش ان احنا صحيح. نخلي اي فرقه تشوف ان احنا قليلين او مستوانا قليل لان احنا طبعا قعدنا كتير بنتمرن وتعبنا ده الصيف كابتن احمد يعني كان معاكم بالواجب وزياده مرنا كتير قوي يعني ويعني لازم كل التعب ده كان يبقى ليه لازم في الاخر لازم يبقى ليه مكسب طب قول لي انت مسك الاعلى مين؟ هو في كتير يعني بس كابتن طارق الغنام طبعا وكابتن سيف سمير وناس كتير يعني كتير طيب قول لي بره مصر في ناس برضه كتير قوي يعني بره مصر ناس كتير مثلا ليبرون جيمس ناس كتير طيب وقول لي انت خلي بالك ممكن تيجي عليك فتره من الفترات هتحتاج تغير مركزك ممكن وارد جدا ممكن تلعب ثلاثه اللي بيلعب اربعه ممكن يلعب ثلاثه كمان اكيد جاهز لده بتتجهز له من دلوقتي ولا انت اوريدي عندك الامكانيه دي؟ ما اكيد كل واحد بيبقى محتاج اللي هو بقى له فتره كتيره بيلعب في نفس المركز فاكيد النقله دي هتحتاج اللي هي تدريب كتير صح. تدريب مع الفرقه تدريب لوحدك تشتغل على نفسك تشتغل على نفسك كتير صحيح ربنا يوفقك يا زين يمكن اروح لادهم ادهم انت مباراه الجزيره خلصت عليها ما شاء الله ادهم الكابتن ايه كابتن الفرقه لا كابتن انا عارف طبعا ادهم كان معايا قبل كده وكابتن الفريق يمكن طول المباراه كنت زي ما بيقولوا ايه مرقد
اخر الماتش كان بونت لينا، خلصت المباراه في يمكن في دقيقه بكميتين ثلاثيتين، ثبات انفعالي ما شاء الله عليك، يعني اداء رجولي. كلمني عن مباراه الجزيره تحديدا. يعني هو طيب يعني احنا في الماتش ده احنا قعدنا نعلى عليهم كتير وهم يجيبونا ونعلى ونجيبونا، فيعني احنا كنا مفروضين كنا ماشيين كويس، بس كنا كل ما نعمل حاجه كويسه مش بنقدر نكمل عليها، كنا صحيح. ممكن نعمل احسن من كده. ففي اخر الماتش برضه احنا كنا كسبانين تقريبا طول الماتش، هم ما عيلوش علينا الحمد لله يعني. فبرضه انا كنت واثق يعني في ربنا، وان شاء الله احنا تعبانين وكده فان شاء الله هنكسب برضه. فحتى وانا بشوط الشوطه طبعا، الشوط الاولاني جات لك ازاي؟ هو جت على ال 45 كده زميلي محمد حازم، وقام هو طلع عليه حد فاداني اكسترا باس. فبقيت انا فاضي، كان فاضل تقريبا 8 ثواني على الهجمه. وانت بتشوط ما كنتش قلقان من كابتن احمد لو جلتها يقول لك على البنش وانت شوطت ليه وانت عملت ليه ولا الكلام ده مش موجود؟ نعم انا يعني ما كنتش قلقان؟ لا خالص. هو كابتن احمد عمره، سيبك ان كابتن احمد معانا في الاستوديو، تخيل ان في يعني حيطه دلوقتي ومش هيسمعك. انت يعني في العادي ما فيش لعيب عندكم بيجلي تلاقي كابتن احمد ينفعل عليه بطريقه تخلي لا طبعا خدت القرار الصح وانت فاضي وانت واخد وقت يعني واخد وقت صح كده اوبن شوت زي ما بيقولوا، هو لازم تتشاط. شطها وتوكلت على الله دخلت الحمد لله. واللي بعديها بقى كان فرق 5 بونت وكده، فكنت مستريح اكتر برضو. ما خلاص بقى حتى لو جلتها ممكن نعوض يعني، انما الاولانيه اللي كانت عليها صعوبه شويه. طب خليني يعني، انت كابتن فريق، الدور اللي مديهولك كابتن احمد ايه؟ خلي بالك كابتن فريق مش بس اللي بيروح يجمع اللعيبه ويصحي اللعيبه في المعسكر، لا ليه دور تاني. ايه الدور اللي مديهولك كابتن احمد ككابتن فريق؟ يعني طبعا المفروض ان اي حاجه اي تحميس في الفريق كده بيكون بدايته من عندي، يعني المفروض دايما حمس اللعيبه، ممكن انا تبدا من عندي ممكن طبعا بقيت لعيبه بنحمس بعض طبعاً. كله بيحمس بعض طبعا. بس انت قلت الجر للفرقه بالظبط، انت اللي بتبتدي تشد الفرقه الاول، وفي لعيبه قدام معاك بيبتدوا يساعدوك. ايوه بالظبط. بس خد بالك دور كابتن الفريق مش بس بره الملعب، كمان جوه الملعب. طبعا جوه الملعب هو بيكون دور كابتن الفريق، وبرده دور بلاي ميكر يعني برده، عشان هو كنترول لانه اكتر وقت هو اللي بيبدا الخطه. وكابتن احمد برده من واحنا جوه الملعب هو برده من بره صحيح، يعني هو بيوصل لنا واحنا نوصل، ممكن احنا نوصل لنفسنا نشجع بعضنا صحيح. يلا يا جماعه ده ماتش بطوله كده احنا مش طب انت يعني برضو خلينا نتكلم نقول في حته الروح، انت اللي معاك في مركزك اللي في المركز الثاني لما كابتن احمد يجي يقول ال 12 لعيب اللي هيبتدي بيهم المباراه، خلينا نتكلم بامانه، اللعيب بيبقى عايز يلعب، عايز يخش، عايز يطلع، هيبقى جوه السكور يلعب. كلمني عن اللعيبه اللي بتطلع بره، لو لعيب طلع بره السكور وما كانش متوفق انه يلعب الماتش ده، هل انت محتاج بعد الماتش كابتن فريق تقعد معاهم تقول لهم ما تزعلوش، ولا اللعيبه من نفسها فاهمه الكلام ده؟ طبعا بتبقى فاهمه، وبرده بنتكلم معاهم يعني نقول لهم يعني برده احنا لحد دلوقتي نعتبر لسه لسه في جمهوريه بطوله كامله صحيح، لسه العب على نفسك، واحنا هم برده هم اللي مرنوا لنا في التمرين يعني، احنا اللي بيلعبوا حتى بيستفادوا من اللي مش بيلعبوا بره دول، ان هم في التمرين بيلعبوا معاهم. الفروق مش كبيره يا كابتن هيثم، يعني هو الفروق مش كبيره برضه صح، يعني فعلا زي ما ادم بيقول يعني كل واحد فيهم بيستفاد من واحد واثنين وثلاثه في مركزه يعني. وانا دايما قبل البطولات بشهر شهر ونص يا جماعه الفرصه لغايه قبل البطوله باسبوع فرصكم كلها متساويه، هنخش على بدايه الماتشات غصب عني لازم هركز، لازم هركز في المجموعه اللي هتلعب صح. غصب عنك انت مقيد ب 12 لعيب لازم. انا مش هلاعب حد، انت اللي هتلاعب نفسك يعني انا مش هقدر ان انا العب حد، انت اللي هتلاعب نفسك. في لعيبه ما كانتش بتلعب معايا في دوري مرتبط بدات يعني عندي. بسالك سؤال يا كابتن احمد بامانه، انت بتشوف لاعب واللاعب ده انت عارف انه كويس تمام، بس الفتره دي هو مش موفق مش كويس، هحاول افوقه. حاول طب ما فقش، هشوف البديل. انا عندي واحد زي لعيب زي يوسف احمد بمنتهى العدل ومنتهى الحلم، وهم عارفين كده كويس، احنا ما بنكسبش غير عشان احنا بيننا وبين بعض في عدل وفي حب، وهم الحب والعدل هم. خلي بالك انا بسالك السؤال ده وانا عارف اجابته ليه، عشان اسمع اللي بيسمعونا دلوقتي ان المكسب بيجي بالعدل، وان انت لازم انت شايف مثلا يعني انت بقول لك قلت لي حاول افوقه لان انا عارف ان لعيب كويس، ما فقش لقى البديل، لان انا لو عملت غير كده ربنا مش هيوفقني. عندنا مثال يا كابتن هيثم، انا يعني بدايه الماتش اما هتبدا فاينل مع الجزيره اما تبدا بلعيب ده اكيد انت لازم يكون عندك فيه ثقه صحيح. انا عندي يوسف احمد بدات بيه المباراه
يوسف ما لعبش معايا ماتشين النهائي بتوع المرتبط، ماتشين قبل النهائي بتوع سبورتنج ما لعبش معانا، ما كانش موجود في يعني كان موجود في ال 12 بس ما لعبش. بدات بيه ماتش الجزيره لانه اجتهد واشتغل على نفسه، فبدا ان هو يخش معانا بقى كويس اخذ حقه. فدي رساله لل 20 لعيب اللي معايا من خلال حضرتك، ان انت اللي بتلعب نفسك، انت مجهودك اللي بيلعبك كويس هتخش جوه ال 12. بالظبط، كلام مظبوط وكلام محترم. ارجع لك يا زين، انت كلام كابتن احمد وصل لكم بالمعنى ده وشايفينه كده في الملعب، ان انا اللي بلعب نفسي وانا اللي بجتهد، ولا شايفين حاجه غير كده؟ طبعا كله بياخد فرصته، لان كل واحد لما بيجتهد ربنا بيديله طبعا. صحيح. غير كده كابتن احمد بيشوف الناس كلها، اللي هو كل لعيب عنده حاجه كويسه فيه. صحيح. وكل لعيب عنده حاجه تانية، فيعني اما بيبقى كابتن احمد في الاخر بيشوف مين احسن ناس بيقدر يلعب ويقدر يلعبهم، لان هو ما يقدرش يلعب ال 20 كلهم. صحيح. طبعا صحيح، ممكن يجي دورك بعد كده في ال 12، في ناس تتحط في ال 12 بس مثلا الماتش ده ما يكونش بتاعهم، او ما يكونش هو يعني اللي في الملعب مأدي كويس، ما يقدرش يطلعه وينزل واحد لسه ما عملش حاجه كويس. انت فاهم الكلام ده زين، برافو. زائد ان في ولاد من عندها للسنه اللي جايه 2003 يا كابتن هيثم، في بعض الاعراض عندنا طلعت بره النادي، في بعضهم موجود معانا في الفرقه دوره مش كبير السنه دي بس بيحتك بال 2002، ف مستواه بيعلى. لعيب مثلا احنا مثلا جايبين لعيب زي دودو من نادي الصيد، دودو بوينت جارد، احنا عندنا ضعف شويه في المكان ده في السنه اللي جايه، فاحنا كنا جايبينه ومصرين ان احنا نعده السنه دي عشان السنه الجايه ان شاء الله هو هيكون يعني زي محمد حازم في مكانه اساسي. كان معانا بالظبط، فان شاء الله يعني كل واحد فيهم ربنا هيكرمه على قد التعب اللي بيتعبه باذن الله. طب خليني اسالك ادهم، يعني انت يعني اكيد بتحارب عشان تلاقي مكانك في المنتخب، اكيد هتتعب اكتر، كلها شهور وهتطلع 18، شايف الفتره اللي جايه محتاجه منك ايه؟ طبعا لازم اجتهد جدا مع الفرقه، لان هو اصلا في الاخر اللعبه لعبه جماعيه، يعني تتمرن مع الفرقه، تتمرن على التكتيك الخمسه على خمسه، واكيد طبعا لازم اشتغل شغل لوحدي يعني. اكيد اكيد طبعا، وانا شايفك حتى ادائك في ملعب رجولي جدا ادهم، ان شاء الله كل التوفيق ليك. اشكركم يا جماعه، شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني. طبعا الوقت ضيق، احنا لو عايزين نقعد نتكلم عن اللي انتم بتعملوه على قد سنكم الصغير، بس الحقيقه الواحد سعيد بيكم جدا جدا. بشكر طبعا ادهم عمرو لاعب الفريق وكابتن فريق 16 سنه، الف مليون مبروك ومزيد من التوفيق ادهم باذن الله. بشكر طبعا لاعب الفريق زين طارق، شد حيلك وربنا يكرمك يا زين، وبشكرك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. بشكر كابتن احمد الجرحي طبعا نجم الفريق والمدير الفني، بس انا شايفك عايز تقول حاجه. انا عايز بس اهدي الكاس، انا متعود دايما معايا في كل بطوله تيا بنتي على طول بتحضر معايا، لازم تستلم الميداليه، لازم تستلم الميداليه والكاس، فهي كانت عيانه في الماتش ده حبيبه قلبي، فانا ما رضيتش اقول لها انا عندي فاينل عشان هي ما كنتش عايزها تنزل، فطبعا زعلت مني جدا، فانا يعني بهدلها الكاس ده وبقول لها ان الكاس ده عشانها. طب هي شايفاك دلوقتي؟ هي قلت لها تقعد تتفرج، الكاس ده عشانها وربنا ان شاء الله يبارك فيها وتبقى ان شاء الله تشيل معانا الكاس اللي جاي ان شاء الله. ابدا، وتكون معاك كل الماتشات ان شاء الله، ان شاء الله تبقى ضيفتنا في ملوك السراج ان شاء الله باذن الله. وهي اهلاويه جدا يعني. طبعا طبعا هتطلع لمين؟ كابتن احمد دورتيني شرفتني، ربنا يخليك كابتن هيثم، ودايما بنبقى فرحانين، ودايما هنقول لك زي كل مره ان احنا دايما لما بنيجي معاك نرجع المره اللي بعديها على طول الكاس ان شاء الله. طبعا انتوا اصحاب الانجاز وانتوا اصحاب الحدث، احنا هنا كل اللي بنعمله بس ان احنا بنعرف الناس بالتعب اللي انتوا تعبتوه، انما اصحاب الفرح الحقيقي هو انتوا. ربنا يخليك، ربنا يوفقك يا كابتن، وكل التوفيق ليك سواء على النادي الاهلي او منتخب مصر. ربنا يخلي حضرتك. اعزائي المشاهدين، لازم نطلع فاصل عشان نستقبل طبعا ابطال فريق 14 سنه ناشئات الحقيقه اللي فازوا ببطوله القاهره، كابتن خالد عياد المدير الفني. كان في طبعا موضوع كده هنتكلم فيه، نقل المباراه وحصل ضغط عصبي قبل المباراه بيومين، ولكن البنات الحقيقه كانوا على قدر المسؤوليه. فاصل سريع، استقبل طبعا ضيوفنا فريق جهاز فني ولاعبات فريق 14 سنه. فاصل سريع وارجع لحضراتكم.